ناخد مدام بسمة. ألو، ايوه، اتفضلي يا مدام بسمة، اهلا بيك. السلام عليكم. عليكم وعليكم السلام السلام ورحمة ورحمه الله الله وبركاته. لو وبركاته. سمحت عاوزه احكي للدكتور ان انا عندي الاتنين فظيع، لان كان حصلت لي مشكله، جوزي قمت من النوم لقيته متوفي جنبي، ربنا ويا ما يرحمه. بعرفش انام خالص. ده من امتى يا فندم؟ بقاله 3 شهور دلوقتي. 3 شهور. تمام. طيب، عاوزة أعرف إيه اللي يخليني أعرف أنام بس. وحضرتك بإذن عندك الله. المشكلة الوحيدة إنك مش عارفة تنامي. من يوم جوزي ما توفاني مش عارفة أنام خالص. طيب، تمام، حاضر حاضر. ربنا يرحمه يا رب. تابعيني يا مدام بسمة. يعني طبعا لما مهم. البني آدم طبعا بيتعرض هنا لصدمة نفسية في شديدة. عاملين مع بعض، يعني العامل الاكتئاب نتيجة أو الحزن نتيجة فقد الشخص، وعامل الارتباط الشرطي، يعني هو ارتبط عندها السرير بأن ده المكان اللي جوزها ربنا يرحمه اتوفى فيه. فبالتالي هي لما بتيجي تنام غصب عنها بتستدعي الذكريات دي. طبعا. فده اللي بيعاكس النوم. الحقيقة في الحالات دي احنا بنفضل اللجوء لطبيب واستخدام أدوية لوقت مش كبير. فكرة ان هي تغير النظام بتاع المكان نفسه، تبدل الأوضة، تغير تنام في مكان تاني، ده ممكن يكون ممكن حل يجيب شوية. نتيجة الحقيقة، بس يعني في معظم الحالات اللي زي كده بنحتاج غالبا تدخل بتحتاج بالأدوية. أدوية. يعني هي تاخد دواء وبتحاول انها تغير، ممكن مش لازم انام في نفس الأوضة او مؤقتا، بعد كده خلاص المشكلة دي الحقيقة بتنتهي ان شاء الله. 3 شهور طبيعي الحالة اللي هي طبيعي فيه؟ طبيعي. طبيعي. احنا بنقول في حاجة عندنا بنسميها الجريف او الحزن لفقد شخص، ده طبيعي مش مرضي. يعني ان الواحد يبقى حزين على شخص يعني اتوفى وقريب ليه، طبيعي ان الاعراض دي ممكن تاخد لغاية 6 شهور. لو طولت اكتر من 6 شهور او بدأت تأثر على الوظيفة والاداء بتاعي كده احنا دخلنا في مرحلة تانية نعتبرها حالة مش مرضية. طبيعية. فانا شايف اللي عندها لغاية دلوقتي هو طبيعي، ولكن لانه مأثر عليها فالتدخل الطبي هنا هيفيدها كتير. وعايز اطمنها هي مش هتاخد ادويه منومه تتعود عليها، هي هتاخد ادويه بس بتساعدها وبتهدي الحاله النفسيه، وده هيخلي النوم يرتاح والموضوع مش هيستغرق اكتر من شهور باذن الله يا رب. ان شاء الله.